السلام عليكم. إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد إخوتي في الله، فدرسنا إليكم في هذه الليلة إن شاء الله متعلق بباب جديد من تبويبات الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في كتابه الصحيح من كتاب الإيمان، وهو باب أداء الخمس من الإيمان. أداء الخمس من الإيمان. اقرأ يا أبا يونس. قال: باب أداء الخمس من الإيمان. حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال: قلت رب مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. فأقمت معه شهرين، ثم قال: إن رب عبد قيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان؟ قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال: والمقير. وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. نعم، إذن هذا حديث آخر إخوتي في الله يبين فيه الإمام البخاري أن أعمال الجوارح من الإيمان. فهذه التبويبات الكثيرة والوفيرة من الإمام البخاري لا يمل قارئها ولا يكل. لما؟ لأن هذه التبويبات تؤصل أصلا من أصول أهل السنة أن أعمال الجوارح من الإيمان. وقد يقول قائل: لما لم يكتفي البخاري بذكر حديث أو حديثين أو ثلاثة أو أربعة؟ الجواب: لأن هذا من باب الحشد بالصحيح، لأن من لم يقنع بدليل فهاك دليل آخر، ومن لم يقنع بالثاني فهذا ثالث. هذا جواب آخر، هذا يدل على عظم هذه المسألة في ذاك الزمان، أنه كان نفر من المنكرين أن أعمال الجوارح من الإيمان، فحشد كل هذه الحشود لعظم المخالفة، فهم عظموا المخالفة وهو عظم الإقرار والإثبات. فلا يستغربن أحد إن قرأ لعال مسألة وتوسع فيها كثيرا فيكون الجواب في تلك كما الجواب هنا. أمثال ابن القيم رحمه الله
عندما تكلم في كتابه العظيم إعلام الموقعين عن مبحث القياس، فذكر من الأدلة والبراهين على حجية القياس الشيء الكثير الكثير، حتى أن من ليس عنده همة في القراءة من أمثالنا لا يجد نوع ملل، ولكن من عرف واقع هذه المسألة في ذاك الزمان قال إن المسألة تحتاج مثل هذا العالم ومثل هذا الحشد. وعندما رد على القائلين بالتوسع بالقياس أيضا فصل تفصيلات كثيرة، حتى وصل مجموع ما كتب ما يزيد عن مجلد في مسألة واحدة من مباحث الأصول وهو مبحث القياس. فإذا هذا التوسع له سبب، أن هذه المسألة كان لها عظم، وهذا الكتاب لم يكتبه لأي أحد، كتبه إلى المفتين. وأمر آخر أن من يقرأ في هذا المبحث يحتاج إلى إشباع، فهو يقول للقارئ وللناظر من بعده قد كفيتك هذه المسألة، فشد وسد بابا آخر من أبواب الفقه ومن من أبواب الأصول. فهنا كذلك البخاري رحمه الله حشد الأدلة الكثيرة من الأحاديث الصحيحة حتى يبين أن أعمال الجوارح من الإيمان، لعظم هذه المسألة في ذاك الزمان، ولكي يكفي من بعده حتى يقال قد أتى بالمسألة على وجهها وكفايتها.